ربي في كثير سكوليات بيجوا انه بده يولد ويندز اصلا يعني لو بدك واحد يعني سيب الشغل يعني هي هيدا الشيء لانه هيدا الشيء خصو لإله وما جابله يعمله بس بدنا نقعد نساعد حالنا نساعد حالنا بتشيل قد ايه العمليه بتكون هينه صعبه وقد ايه اللي هو البيبر بضاين يعني كمان نحن هون الهدف انه نحافظ على الصوره الوال بيبر كمان بيكون عنده خصائص انه يكون ضاين اكيد اذا ينمسح كله بيجي كواليتي اكيد كواليتي كثير نحن ممكن يتعرض للشمس ممكن يتعرض لعوامل بيئيه ممكن تاثر على الكواليتي او على نوعيه الورق هي صراحه طول. نادين انت هلا بانتظار ببي بنوت شو نقيت الفورمال البوم بلشت تحضري بلشت حضر مثل ما قالت ندى انه عاد نحن لانه اوقات بنضطر نسلسل متسلسل بالالوان يا هلا مشاهدينا فصل علينا وين متابع ما تروحوا لبعيد شوي بي غرفه المكتب ونجاح الاعمال يلي بتصير على مزبوط. المكتب بس من بيوتهم هلا اهم دفنت لي الهالف هي الاساس بالنسبه لإلي لانه لكن رح نروح هلا بالبدايه لزياره رح نزور انا والفاميلي الرسامه دلال فرح ضارب وبنرجع مثل بحديثنا عليها ويكي لارا اللوحه بالمكتب قديش ضروريه وين لازم نحط اللوحه بالمكتب؟ اللوحات هي ما تجي لعند كلاينت تقول له هاي اللوحه عادي عامه مضبوط بس فيها تفوت فيهم كثير منيح الالوان المكتب يعني اذا نقينا اخترنا لون داكن غامق او ابيض كمان قد بتفرق الالوان بهمنا كمان اللي شغلهم بالديزاين كلرز فينا نفوت فايولت فينا نفوت اكزاكتلي اللي ما بدنا نعمله هلا ما رح حكيت لك انا حكي هلا بقى اكثر انا وانا هلا انا وياكي لارا لارا ثلاث اهلا وسهلا فيكي نحن بانتظارك الاسبوع المقبل كمان رح تختاري موضوع ضمن الفان شو مستقبلنا مثل العادي ثانك يو ميرسي يا هلا مشاهدينا فاصل عميني ومن تابع خليكم معنا من شلل الاطفال بكل العالم بده صار مقضى عليه بنسبه 9 خبرتك قبل شوي انه في اليونيسف نسقوا معكم هن زيتون عم بيكونوا سنويا كيف عم بتصير التنسيق بيناتهم طبيعي هو هيدا المشروع يعني اضاءه على منطقه اثريه بلبنان بمناسبه هالبرنامج العالمي بلبنان هيدا ثاني مره بنعمل اول مره نعمل عالمي او يوم عالمي معين يوم عالمي اللي مدى اوغسطس اوكي اذا ما كنت علاقه كثير قويه بالفكره وقال انه انا جاي مثلا انا جاي برفقة زوجي لنزوركم واذا انا جيت ومعي اصحابي او كوداني مثلا عم زورهم شو بكون انا بلا زور؟ ما بدي اقولها بهالحكي هو بتستخدم كلمة مقاومة مش مبومين على القضاء على المقاومة في مصر هو سبب رحيلك هل تعتقد ان ده يكون سبب رحيل بريطانيا عن مصر؟ ثقيلة بتكون نظرات تعليقك مختلفة أولينا عن الاتيكات العامية اللي حضرتك عم تطرحيها نحن بنصحك تجيب معنا